معناتها كيفية معناتها يعني كنت قريب منه برشا حتى معناتها يعني في طريقة معناتها التعامل مع الفلاحة لقيت معناتها يعني تجاوب كبير ياسر ومعناتها وحتى طريقة معناتها المعلومات كانت معناتها يعني والمنهجية كانت مبسطة بطريقة أن الفلاحة معناتها ما لقاوش حتى معناتها يعني إشكالية باش يتقبلوا. أحسن حاجة عجبتني في الطريقة متاع التكوين هذية اللي الفلاح يشارك يعطي رأيه يحكي على تجربته ويحاول يلقى حلول للوضعية اللي هو فيها. زادة في الفلاح يخرج بالتكوين هذية أكثر ثقة في نفسه في قدراته في إمكانياته. معناتها نشارك في الدورة التكوينية هذية بمركز بروتا اللي تعلمت منها برشا حاجات يعني ورتني الفرق بين الفورماسيون كلاسيك والدورة ذي يعني الدورة ذي خلتنا معناتها نشاركوا المكونين ونشاركوا مع بعضنا المتكونين كل مع بعضنا نتحاور وعلمتنا كيفاش واحد يثق بروحه وكيفاش واحد يعني يعطي هدف معين باش يوصل له. التكوين في العادة يكون وكأنه أستاذ يعطي في درس مي اكتشفت في التكوين هذا حاجات برشا المكونين وضحونا بطريقة بسيطة ياسر من خلال التصور سكتشات وصلت لنا المعلومة ديريكت من غير ما لقينا حتى صعوبات. الفورماسيون هذه عجبتني برشا قوت لي شخصيتي وزادتني ثقة في النفس زادتني شجاعة باش نكون أنا معنا نكون مسؤولة معنا بكل قوة بكل عزيمة وبكل معنا ثقة في النفس وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله ربي ينجحنا ونكونوا ناجحين الناس الكل وإن شاء الله تتكرر التكوين هذا يتكرر مرات أخرى. بصراحة بعد 3 أيام يعني من نهار الأول حسيت روحي تبدلت حتى في مع دارنا تعاملاتي مع أصحابي كذا قاعد دبني بشوي بشوي وإن شاء الله بإذن الله يعني الفورماسيون هذه تعود مرة أخرى. أنا لهنا جيت على أساس عنا برنامج مشروع في معمل الجبن جيت نسعى نحب ماذا بي يتحقق المشروع متاعي. عجبني التكوين استفدت منه برشا حاجات كنت ظهر لي ظلمة جملة واحدة معناتها بالحق فيقنا على برشا حاجات وليت حس في روحي مسؤولة باش اني نعمل نخدم ونسعى عندي برشا وليت لي برشا أهداف ورغم التحدي والصعوبات وعندي ولدي معايا جيت وشاركت في الندوة هذه عجبتني برشا برشا